اتكلمنا عن مشوار فريقنا، مشوار النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. حضراتكم تفتكروا بعد طبعا الوصول لدور الثمانيه في بطوله افريقيا تقريبا من 14 ابريل، ده كانت اول مباراه في كاس مصر او اول مباراه لعوده النادي الاهلي في كاس مصر امام طبعا نادي النصر. تولت المباريات بعديها من 14 ل 27، النادي الاهلي لعب مع النصر ولعب مع الزمالك ولعب مع سموحه ولعب مع انبي ولعب مع المصري. تخيل عدد المباريات حوالي 6 مباريات في خلال 14 يوم، يعني عدد كبير جدا جدا مباريات. خليها بالكم حضراتكم، يعني ممكن النادي الاهلي نادي بطولات ونادي متعود على ده، لكن النادي الاهلي تحت ضغوط مختلفه، لعيبه كتيره جدا مصابه على مستوى مؤثر، بتتكلم على مش كل بقى 3 ايام مباراه، انت ساعات بتلعب كل 48 ساعه مباراه، لان يوم المباراه ما كانش كمان محسوب. فعدد كبير من المباريات النادي الاهلي بيفوز على النصر 2-1، بيفوز على الزمالك في مباراه اكتر من رائعه خاصه في شوطها الاول، رغم الغيابات الكتيره جدا جدا اللي كانت متواجده في صفوف النادي الاهلي في مباراه الزمالك. لكن الاهلي دايما بيقول الاهلي بمن حضر، وهذه المقوله خلي بالكم مش بس كده على السوشيال ميديا او ما بين قوسين كلمه بتتقال، لكن فعلا الاهلي بيثبت كل مباراه بمن حضر. غيابات كتيره جدا مؤثره، ولكن دايما الاهلي بمن حضر. فاز على انبي بشكل اكتر من رائع، فاز على المصري اللي يمكن هنتكلم على مباراه المصري يمكن فنيا بالتفصيل شويه، كانت مباراه اكتر من رائعه من الجهتين، المصري قدم مباراه كمان كبيره جدا. لكن الحقيقه في الامر نتكلم على كميه المباريات اللي بيتضغط للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم بعد وصول الدور الثمانيه في كاس افريقيا من يوم 14 ابريل لغايه 27 ابريل، بتتكلم في فتره 13 يوم لعب فيها خمس مباريات من العيار الثقيل، ده جزء. والجزء الاخر ان كمان مطالب النادي الاهلي بالفوز في كل مباراه، النادي الاهلي مضغوط على مستوى الدوري على اساس ان هو طبعا في مباريات مؤجله، وبالتالي عايز يلحق بنادي الزمالك ويتصدر البطوله المفضله ليه، مباراه الكاس كمان مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي فاز فيها على مباراه النصر، مباريات كتيره جدا. الله يكون في عون اللعيبه، الله يكون في عون الجهاز الفني بقياده موسيماني اللي انا شايف انه كمان بيقدم اداء اكتر من رائع. يعني خلينا نتكلم بكل امانه ان بعض الناس بتقول لك اصل الاهلي بيتجامل، الاهلي يمكن بعد يمكن ما يحقق كل المباريات او يلعب كل المباريات ان شاء الله بالفوز المباريات المؤجله هيكون اكتر نادي في الدوري لعب، هيعدي 19 مباراه، ويمكن بعض الفرق لعبت 18 مباراه. كمان يا سهام في خلال المؤتمر الصحفي اللي بعد مباراه المصري موسيماني قال كلمه حلوه قوي، يعني بعض الناس بتساله مستوى النادي الاهلي بدنيا يمكن المصري كان متفوق، قال شيء طبيعي، هذا الفارق ما بين فريقين، فريق بقاله 10 ايام مريح او ما لعبش بقاله 10 ايام، وفريق لسه لاعب يومين وكان المباراه اللي قبليها امام مباراه انبي، وبالتالي المصري مريح بقاله 10 12 يوم، 10 10 ده اللي قاله موسيماني، ده اللي احنا بنتكلم فيه، فده اللي بنتكلم فيه ان لكن خلينا نقول بكل امانه احنا كمان كجماهير النادي الاهلي عندنا ثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا في الجهاز الفني، ان احنا رغم الضغوط ديت لكن الناس لازم تعرف ان اللعيبه مجهده، عندنا اصابات واصابات مؤثره، الجهاز الفني بيقوم بمجهود اكتر من رائع في توظيف بعض اللاعبين بشكل او باخر، الروتيشن اللي بيعمله موسيماني. فخلينا نتكلم يعني مشوار طويل للنادي الاهلي، لكن عندنا ثقه ان شاء الله ان احنا باذن الله يعني هنحقق العلامه الكامله في كل المباريات ان شاء الله.